مرحبا فيكم جميعا في تدريب مقدمة بتدريس مؤهل بيتك الدولي للمستوى الثاني في الهندسة الخاص بالأردن. بداية أهلا وسهلا فيكم جميعا، رح أعرف عن نفسي. أنا مهندسة أروى إبراهيم الدراغمة، رح أعطي التدريب الخاص بالمستوى الثاني لحتى نقدر نجاوب على الأسئلة الموجودة عندكم أو أي استفسارات. أهداف التدريب رح تتلخص بفهم الميزات الرئيسية لمؤهلات المستوى الثاني الدولي في الهندسة، فهم كيفية التخطيط الناجح لبرنامج بيتك، فهم كيفية تقديم تقييمات فعالة، فهم كيفية ضمان جودة المؤهل وتغطية أي أسئلة مطلوبة. عندنا بالبداية نشاط، النشاط راح يتمثل في إنه كل شخص راح يقدم نفسه في الدردشة ويذكر إذا كان عنده خبرة سابقة في تدريس مؤهل بيتك من قبل. بعد هيك راح يتم التفكير في الأسئلة اللي كل شخص حابب إنه يتم الإجابة عليها من خلال هذا التدريب، ويتم تسجيلها في الدردشة لحتى نتأكد إنه جميع الأسئلة تم الإجابة عليها. تقديم مؤهل بيتك بنجاح وتقييمه، رح نحكي أول إشي عن الأساسيات. الأساسيات اللي هي بتتمثل في الفروقات بين مؤهل بيتك والمنهج الأكاديمي. مؤهلات بيتك هي عبارة عن مؤهلات وحداتية بتحتوي على عدد من الوحدات. هاي الوحدات ممكن يكون في منها جزء وحدات إجبارية أو إلزامية، والجزء الآخر هي وحدات اختيارية. بيتم تقييم كل وحدة من برنامج بيتك بشكل منفصل، وبيتم دمج الدرجات للوحدات جميعها عشان نعطي الدرجة النهائية للبرنامج. طبعا كل مستوى في مؤهلة في برنامج بيتك أو في البرامج لإله بيكون عندنا عدد من المؤهلات اللي بتختلف عن بعضها في الحجم، بالإضافة لمعادلة عدد ساعات تعلم الموجه وعمر المتعلمين. الجدول هون بيوضح لنا مؤهلات بيتك المختلفة في الحجم، كل مؤهل شو بيعادل من الشهادات الدولية، عدد الساعات التعلم الموجهة وعمر المتعلمين. طبعا عدد ساعات التعلم الموجهة وهي عدد الساعات اللي بيتم أو الموصى بها لحتى يتم تنفيذ العملية التدريسية من قبل المعلم بنجاح. نعرض بشكل سريع الجدول، رح نلاقي إنه في عنا بالنسبة للمستوى الثاني في عنا عدد من مؤهلات بيتك تختلف بالحجم، اللي هي عنا مؤهل منحة، مؤهل شهادة، شهادة موسعة ودبلوم. المنحة بتعادل شهادة واحدة من جي سي اس اي الدولية، الشهادة تعادل شهادتين من جي سي اس اي الدولية، الشهادة الموسعة بتعادل 3 شهادات من شهادة جي سي اس اي الدولية، والدبلوم بيعادل 4 شهادات من جي سي اس اي الدولية. طبعا مؤهل المنحة عدد ساعات التعلم الموجهة له 120، مؤهل الشهادة عدد ساعات التعلم له 240، الشهادة الموسعة عدد ساعات التعلم لإلها بيكون 360، وأيضا الدبلوم عدد ساعات التعلم الموجهة له بيكون 480. أما بما يخص عمر المتعلمين فهو بالمستوى الثاني عمر المتعلمين بيكون من 14 ل 16 سنة. أما نيجي للمستوى الثالث، برضه في عنا مؤهلات بيتك اللي هي الشهادة بتعادل مستوى AS دولي واحد، دبلوم فرعي بيعادل مستوى A دولي واحد، دبلوم تأسيسي يعادل مستوى A الدولي واحد ونص، وفي عنا الدبلوم يعادل مستوى A الدولي 2، والدبلوم الموسع يعادل مستوى A الدولي 3. عدد ساعات التعلم الموجهة لمؤهل الشهادة 180، الدبلوم الفرعي 360، الدبلوم التأسيسي 540، الدبلوم 720، والدبلوم الموسع 1080. عمر المتعلمين بالمستوى الثالث بيكون فوق 16 سنة. مراحل العملية التدريسية أو التعليمية لتدريس مؤهل بيتك بما يتضمن التقييم الداخلي وضمان الجودة، رح نلاقي إنه كل مؤهل بيتك بيحتوي على مواصفات تأهيلية بتوضح إيش لازم يكتسب المتعلم خلال البرنامج وما يجب أن يكون قادر على فعله وما إلى ذلك. طبعاً
هاي المواصفات موجودة لكل وحدة دراسية. بتم تقييم المتعلمين من خلال موجز مهام. في نوعين من موجزات المهام، موجز مهام معتمد من بيرسون أو موجز مهام مصرح به من بيرسون. موجزات المهام المعتمدة من بيرسون وهي موجزات معدة لا يمكن تعديلها ولا يمكن تغييرها، إلها إرشادات خاصة فيها. موجزات المهام المصرح بها من بيرسون هي موجزات مهام بتم تعديلها وممكن إنه يتم إنشائها من قبل المركز ومراجعتها داخليا، رح نتكلم بالتفصيل عنها لاحقا. بعد هيك بيستجيب المتعلمين لموجزات المهام وبيقوموا بتقديم أعمال خاصة. هاي الأعمال بيتم تقييمها داخليا من قبل المركز. التقييم بيكون من خلال أو وفقا لمعايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم اللي موجودة في مواصفات الوحدة. عن تقييم العمل اللي تم تقديمه من قبل المتعلمين، بيتم أخذ عينة من التقييم وتدقيقها داخليا من قبل المركز للتأكد من أنه جميع المعايير الخاصة في البرنامج تم تحقيقها بنجاح. بعد هيك تتواصل بيرسون مع المركز مرة أو مرتين في السنة لحتى يتأكدوا من أنه المعايير تم تحقيقها بنجاح والعملية كانت سلسة بنجاح، وهذا الشيء بيكون من خلال مدقق خاص بالمركز. بعد هيك كل مركز بيكون في له أو ممكن إنه يصير في عندنا طلب لشهادات المتعلمين اللي أنجزوا البرنامج أو المؤهل بيتك بنجاح، ولكن بشرط عدم وجود أي مشاكل لها علاقة بالامتثال اللي هي مثلاً الغش أو السرقات الأدبية. كيف ممكن إنه نحن نخطط لتقديم مؤهل بيتك بنجاح؟ هون في عندنا مثال كيف ممكن إنه نحن نخطط لتقديم مؤهل بيتك. مثلاً بالسنة الأولى كان في عندنا طرح 3 وحد، هي الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الخامسة. بنلاحظ إنه كل وحدة موجودة على فترة زمنية محددة، مش ضروري إنه يتم إنجاز الوحدة الأولى بعدها مثلا الوحدة الثانية. ممكن إنه يتم إنجاز الوحدة الأولى وبعد فترة زمنية قليلة مثلا قبل إنهاء الوحدة الأولى يتم الإنجاز أو العمل على الوحدة الثانية. فنحن طريقة التخطيط بتكون مبنية على الوحد، ماخدين بعين الاعتبار التتابع السلس للوحد وبما يتناسب مع قدرات أو المتعلمين الموجودين. وممكن بعض الوحد يتم إعطائها بنفس الوقت، ممكن بعض الوحد يتم إعطائها بشكل متتالي، ممكن بعض الوحد يكون لها فترات زمنية قليلة، ممكن بعض الوحد تكون لها فترات زمنية طويلة. يختلف، زي هون مثلا الوحدة الثالثة على فترة زمنية طويلة، هي الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة، الوحدة 20 بعديها إجت الوحدة 4. بعد انتهاء السنتين بيكون في عندنا العلامة النهائية من خلال دمج جميع درجات الوحدة. طبعا بعد السنة الأولى بيكون في عندنا التحقق من قبل مدقق خارجي من بيرسون، وبيتم تخزين الدرجات، بيعطي فيدباك للمركز بما يخص الوحدات اللي تم إنجازها. وبعد السنة الثانية أيضا بيكون في عندنا التحقق للمرة الثانية من خلال المدقق الخارجي، وبيكون في عندنا تسجيل لدرجات الوحدات كاملة وإصدار الشهادات للمركز. التخطيط لتقديم مؤهل بيتك بنجاح، نحكي عن التخطيط. عشان أخطط بشكل ناجح لمؤهل بيتك لازم آخذ بعين الاعتبار إيش حجم المؤهل اللي بيتم التخطيط لتقديمه. هل ممكن إنه نحن نخطط لتقديم مسار معين؟ قد إيه عدد الوحدات الموجودة في البرنامج؟ قد إيه عدد الوحدات الإلزامية؟ وقد إيه عدد الوحدات اللي بيتم تقييمها باستخدام موجزات المهام المعتمدة من بيرسون؟ رح نعرض مثال اللي هو من خلال المواصفات التأهيلية الخاصة ببرنامج بيتك للمستوى الثاني، ونشوف كيف ممكن إنه هاي المعلومات نقدر ناخذها من خلال المواصفات التأهيلية.
زي ما احنا شايفين هون فتحنا على المواصفات التأهيلية الخاصة بالمستوى الثاني، رح نلاقي انه في عنا الوحدة اللي هو بتضمن الرقم والعنوان لكل وحدة، قد ايه عدد ساعات التعلم الموجهة، وفيما يخص كل مؤهل هل هي وحدة إجبارية أو وحدة اختيارية. إجبارية M mandatory، اختيارية O اللي هي optional. إذا نزلنا لتحت بالمواصفات رح نلاقي إنه في عنا الهيكلة لكل مؤهل، هاي هون اللي هو الشهادات، الهيكلة لكل مؤهل، كل مؤهل هياكل التأهيل اللي هو كل مؤهل بيتك في إله هيكلة خاصة فيه، بوضح لي الوحدات اللي هي رقم الوحدة وعنوانها، قد ايه عدد ساعات تعلمها، نوعها هل هي إلزامية أو اختيارية، وكيفية التقييم، طريقة التقييم، هل هو طريقة التقييم لها داخلي من خلال موجز مهام مصرح به من بيرسون اللي هو AAB، أو معتمد من بيرسون اللي هي من خلال موجز مهام معتمد من بيرسون اللي هو BSA. طبعا هذا بيكون موجود لكل مؤهل بيتك. اي هون مؤهل شهادة، هون مؤهل شهادة، هون مؤهل دبلومة، اكتب طلعوا من الوحدات الإلزامية في مؤهل الدبلومة الوحدات الاختيارية. ننتقل لتقديم وتقييم بيتك الناجح، وهو بيركز بشكل أساسي على الوحدات الدراسية. نحكي عن الهيكلة للوحدات الدراسية الموجودة في مؤهل بيتك. طبعا إحنا في عنا مواصفات وحدات في مؤهل بيتك اللي هو عبارة عن مستند بيكون المرجع الرئيسي عند التخطيط، المرجع الرئيسي عند التقييم، عند التعليم، عند التدقيق الداخلي، وحتى عند ضمان الجودة. المعلومات الموجودة في مواصفات الوحدة بتشمل على عنوان الوحدة، مستوى، نوع الوحدة، سواء كان داخلي اللي هو بيكون طريقة تقييمها من خلال موجزات المهام المصرح به من بيرسون AAB، أو معتمدة من بيرسون اللي هو بيكون طريقة التقييم من خلال موجزات المهام المعتمدة من بيرسون BSA. بعد هيك رح نلاقي ساعات التعلم الموجهة، نبدأ عن الوحدة، مقدمة عن الوحدة، أهداف التعلم. بعد هيك رح نلاقي ملخص الوحدة، بعدين رح نلاقي محتوى الوحدة، معايير التقييم، معلومات الأساسية للمهام اللي هي متطلبات خاصة بالموارد، معلومات الأساسية لاتخاذ قرارات التقييم، روابط مع وحدات أخرى، ومشاركة أصحاب العمل. نعرض مثال على مواصفات الوحدة. مثلا هون عندنا الوحدة الأولى، شفنا عندنا رقم الوحدة، هي مواصفات الوحدة الأولى، هي رقم الوحدة وعنوان الوحدة، المستوى اللي هو الثاني، هون نوع الوحدة داخلي يعني التقييم بيكون من خلال موجزات المهام المصرح به من بيرسون، ساعات التعلم الموجهة للوحدة 30، رح نلاقي موجز عن الوحدة، مقدمة عن الوحدة، بعد هيك أهداف التعلم، عندنا هدفين تعلم ألف وباء، وملخص الوحدة اللي هو بتضمن كل هدف تعلم إيش المجالات الرئيسية وكيف رح يكون نهج التقييم من ناحية تقييم وأدلة. بعدين رح نلاقي المحتوى اللي هو كل هدف تعلم بيتم عرض فيه المجالات الرئيسية، وكل مجال بيتم تقصيره إلى مواضيع لازم يتم تغطيتها خلال العملية الدراسية. هي هدف التعلم الأول اللي هو ألف وباء. بعدين رح نلاقي معايير التقييم مجزأة خاصة، اللي رح نلاقي معايير التقييم اللي هو النجاح، التفوق والامتياز.
بعد هيك رح نلاقي معلومات أساسية للواجب، رح نلاقي الموارد، احتياجات من الموارد، معلومات الأساسية لقرارات التقييم بتساعدنا في التقييم والتدقيق الداخلي لضمان الجودة، وأيضا رح نلاقي روابط مع الوحدات الأخرى، هاي الوحدة بتدعم جميع الوحدات الأخرى، مشاركة أصحاب العمل وكيف ممكن إنه نطور المهارات التوظيفية. هاي وحدة داخلية. كمان إذا إحنا مشينا رحنا على الوحدة الثانية رح نلاقي مواصفات الوحدة الثانية، هاي نوع الوحدة واجب محدد من قبل بيرسون، رح نلاقي إنه هيكلة الوحدة الداخلية هي نفس هيكلة الوحدة المعتمدة من بيرسون، والفرق الوحيد بينهم اللي هو طريقة التقييم. التقييم بيكون للوحدة الداخلية من خلال موجز مهام مصرح به من بيرسون، أما طريقة التقييم للوحدة المعتمدة اللي هو بيكون من خلال موجز مهام معتمد من بيرسون فقط، اللي هي طريقة التقييم. نيجي على تفسير مواصفات الوحدة. طبعا المقيم لازم يعمل على تقييم أدلة المتعلمين من خلال معايير التقييم والمعلومات الأساسية الموجودة لاتخاذ قرارات التقييم. لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه أدلة التقييم مناسبة من خلال النظر للمحتوى، محتوى الوحدة، ملخص الوحدة، وأيضا المعلومات الأساسية لقرارات التقييم. موجز المهام لازم يعطي فرصة للمتعلمين إنهم يقدموا نطاق واسع صحيح من الأدلة وفقا للمعايير اللي هو مناسب للمستوى الثاني وبناء على متطلبات التقييم في مواصفات الوحدة. طبعا التقييم لموجز المهام لازم يكون تقييم شامل. تقييم شامل بمعنى إنه على سبيل المثال في معايير التقييم هون الطالب فيما يتعلق بهدف التعلم له ما لا يمكن انه يحقق D1 الا بعد ما يحقق معايير النجاح ومعايير التفوق. اذا الطالب لا يمكن ان يحقق معايير الامتياز الا بعد اجتياز معايير النجاح ومعايير التفوق. هاي التقييم الشامل بمعنى انه نحن نقيم هدف التعلم بشكل كامل لا يمكن تجزئته الى مهام فرعية. ننتقل للتنفيذ والتقييم الناجح لشهادة بيتك اللي هو رح نحكي عن النوع الأول من موجزات المهام اللي هو موجز المهام المعتمد من بيرسون، بيرسون سيت أساينمنت بي اس اي. طبعا هاي الموجزات المهام موجودة تم إعدادها من قبل بيرسون لغرض توحيد المعايير الدولية. بتم من خلال موجز المهام المعتمد من بيرسون تقييم الوحدة من خلال موجز مهام واحد بيحتوي على جميع أهداف التعلم بشكل كامل. موجز المهام خلاله رح يكون في عنا أنشطة مختلفة لإظهار قدرات المتعلمين وقدرتهم على تطبيق المعرفة والفهم. طبعا كل موجز مهام معتمد من بيرسون في له توجيهات خاصة فيما يتعلق بالوقت والشروط اللي لازم أو يتم الالتزام فيها من قبل المتعلمين ومن قبل المقيمين خلال فترة التقييم، وهاي الـ الإرشادات موجودة بشكل واضح في وثائق موجزات المهام المعتمدة من بيرسون. المتعلمين لازم ياخذوا أو يتم تسليم موجز المهام المعتمد من بيرسون للمتعلمين مباشرة بعد إنهاء العملية التدريسية الخاصة في الوحدة، بمعنى إنه إحنا عندنا الوحدة الثانية الثالثة الرابعة والخامسة في المستوى الثاني، هدول هم عبارة عن وحدات بيتم تقييمها من خلال موجزات مهام معتمدة من بيرسون. فنحن مثال لما أنا أجي أعطي للطلاب الوحدة الثانية يجب إنهاء العملية التدريسية كاملة الخاصة بالوحدة الثانية، وبعدها مباشرة بتكون في عندنا فترة التقييم للوحدة الثانية اللي هو من خلال موجز المهام المعتمد من بيرسون. لا يمكن كتابة موجزات المهام المعتمدة من بيرسون ولا يمكن التعديل عليها. طبعا يفضل إنه نعطي موجز المهام المعتمد من بيرسون بعد إنهاء العملية التدريسية الخاصة بالوحدة مباشرة، ولكن ممكن إنه يتم تأخيرها لفترات مثلا خلال البرنامج.
لا ينصح بتأخير تسليم موجزات المهام المعتمدة من بيرسون، حتى إنه الطالب يقدر إنه يقدم الإجابة الصحيحة، يكون في عنده المعلومات الأساسية الخاصة بالوحدة، لأنه التقييم بيعتمد على الثقة والمعرفة والخبرة المكتسبة على الوقت. طبعا كل وحدة طريقة التقييم فيها من خلال موجزات المهام المعتمدة من بيرسون، رح نلاقي لكل وحدة في عنا موجزين مهام بينزلوا سنويا لكل سنة دراسية، موجزين مهام للوحدة. موجز المهام الأول اللي هو بيتم استخدامه في التقييم الأول اللي هو فترة التسليم، التقييم الأول الخاص بالوحدة، أو إعادة التسليم إذا كان في عندنا بعض المشاكل أو النقص في إجابة المتعلمين. موجز المهام الثاني الخاص بالوحدة اللي هو موجز المهام الثاني لنفس الوحدة بيتم استخدامه في حالة صار في عندنا إعادة تقديم، اللي هو الطالب ما اجتاز موجز المهام في التسليم الأول وما اجتاز موجز ما اجتاز النجاح معايير النجاح في إعادة التسليم، فبالتالي يصير في عندنا إعادة تقديم، وخلال إعادة التقديم نعطي موجز المهام الثاني الخاص بالوحدة. طبعا موجزات المهام المعتمدة من بيرسون موجودة على موقع بيرسون كلها تحت التقييمات الداخلية، ثم موجز المهام المعتمد من بيرسون. طبعا أيضا في عندنا على موقع بيرسون عينات من موجزات المهام المعتمدة للوحدة 2 3 4 و5، رح نلاقيها تحت عنوان مواد التقييم النموذجية. لا حاجة للتحقق الداخلي من موجز المهام المعتمد من بيرسون لأنه لا يمكن تعديله، فقط في عندنا تدقيق داخلي لقرارات التقييم لموجز المهام المعتمد من بيرسون، طبعا هو أمر ضروري. موجزات المهام المعتمدة من بيرسون تخضع لمعايير التحقق الإلزامية لوحدة واحدة على الأقل سنويا. تسليم موجز المهام المعتمد من بيرسون، أول إشي لازم نخطط متى رح يتم توزيع موجزات المهام المعتمدة من بيرسون. طبعا التخطيط بيكون بعناية لكل جزء من التقييم بناء على الإرشادات، لازم نتأكد من جاهزية الطلاب للتقييم، عرض المعلومات والإرشادات الخاصة بالتقييم. بعد ما يتم تسليم وتوزيع موجز المهام المعتمد من بيرسون واستلام الإجابات، بيتم التقديم الداخلي، منح الدرجات والتدقيق الداخلي، وممكن إنه في بعض الحالات يصير في عندنا إعادة تقديم إذا لزم الأمر. بناء على النتائج الموجودة إحنا بنرجع ناخذ تغذية راجعة هل كان تخطيطنا سليم أو في بعض التعديلات اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار في المرة القادمة. استراتيجيات التسليم المختلفة، هون بشكل أساسي بيوضح إيش الاختلافات بين موجزات المهام المعتمدة من بيرسون وموجزات المهام المصرح بها من بيرسون. بالبداية لموجزات المهام المعتمدة من بيرسون المتعلمين بيحتاجوا إنهم ياخذوا الوحدة أو المعلومات الخاصة بالوحدة كاملة واحتفاظ فيها مرة واحدة كاملة، الوحدة كاملة. أما فيما يخص الوحدات الداخلية اللي بيتم تقييمها من خلال موجزات المهام المصرح بها، ممكن يتم تجزئة المعلومات بحيث أن الطالب ياخذ هدف التعلم الأول بعدين يشتغل على موجز المهام الخاص بهدف التعلم الأول، وهكذا بكمل هدف التعلم الثاني وهكذا. أما فيما يخص موجزات المهام المعتمدة من بيرسون البي اس اي، لا يمكن، الطالب لازم ياخذ جميع المعلومات الخاصة بالوحدة حتى يتمكن من تقديم موجز المهام. أيضا المتعلمون بيحتاجوا إنه يطبقوا المعرفة في سياق عملي خلال موجزات المهام المعتمدة من بيرسون. خلال موجزات المهام المعتمدة من بيرسون المتعلمون بيحصلوا على فترات زمنية أطول لإكمال التقييم، لأنه بيكون التقييم بفترة واحدة مرة واحدة. أما موجزات المهام المصرح بها من بيرسون لا، بيكون ممكن إنه يتم تجزئة التقييم على فترات. طبعا خلال فترة التقييم لموجزات المهام المعتمدة من بيرسون يمنع تدخل المدرس إطلاقا. في عندنا نشاط 2، بدنا نستعرض مواصفات الوحدة الثالثة
ومجز المهام المعتمد من بيرسون الخاص بالوحدة الثالثة. بعد ما نستعرضهم لازم نجاوب على الأسئلة التالية: هل يجب توزيع موجز المهام المعتمد من بيرسون على المتعلمين في وقت مبكر أو في وقت لاحق من البرنامج؟ شو هو النهج الأفضل لتدريس محتوى مواصفات الوحدة؟ كيف ممكن إنه نعمل أو نعد المتعلمين لتقييم؟ كيف سيجري التقييم؟ ننتقل لتسليم وتقييم بيتك بنجاح. موجزات المهام المصرح بها من بيرسون اللي هي Authorized Assignment Brief AAB اللي هي للوحدات الداخلية. ما هو موجز المهام؟ موجز المهام هو عبارة عن أداة تقييم تلخيصية تقدم للمتعلمين مهام بتم تنفيذها في سياق مهني واقعي، بتركز ومبنية على متطلبات واضحة موجودة بشكل أساسي بأهداف التعلم، معايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم اللي موجودين في مواصفات الوحدة. طبعا بتوفر فرصة كاملة لتوليد أدلة التقييم اللي بتسمح في قياس وتحقيق معايير التقييم ومنحها. الحد الأدنى لحجم موجز المهام اللي هو بيكون عندي موجز مهام واحد لكل هدف تعلم. فأنا عندي مثلا الوحدة فيها هدفين تعلم، أنا ممكن إنه يكون في عندي موجزين مهام لهاي الوحدة، كل موجز يحتوي على هدف تعلم كامل. طبعا من خلال موجزات المهام لازم نعطي المتعلمين فرصة على تحقيق جميع معايير التقييم. ممكن من خلال إنه نعطيهم أمثلة على موجزات المهام قبل عملية التقييم حتى يتمكنوا من فهم شو لازم يعملوا وشو لازم يقدموا خلال موجز المهام. موجزات المهام المصرح بها اللي هي Authorized Assignment AAB بيتم إعدادها من خلال خبراء في بيتك، طبعا هي موجودة على الموقع الإلكتروني تحت بوابة التقييم الداخلي. بعدين بنروح على موجزات المهام المصرح بها، يمكن استخدامها بشكل مباشر بدون أي تعديل لتقييم فعال، وممكن تعديلها عشان تتناسب مع المتعلمين. طبعا هي متاحة لجميع الوحدات اللي بيتم تقييمها داخليا اللي هو طريقة التقييم داخلي، باستثناء وحدة 2 و3 و4 و5، هدول تقييمهم معتمد من بيرسون. هي لا تعتبر موجزات مهام معتمدة من بيرسون، ويجب على المراكز الحديثة استخدام موجزات المهام المصرحة بها لمدة أول سنة تدريسية على الأقل. ممكن المركز يكون فيه عليه مسؤولية اختيار بعض النقاط خلال موجزات المهام المصرح بها حتى يتم تكييف موجز المهام بما يتناسب مع الموارد والمعدات والأدوات. مثلا ممكن انه يختار منتجات محددة للمهمة او شو هي رسومات هندسية ممكن ان المتعلمين يقوموا بتطبيق مهاراتهم العملية من خلالها. طبعا موجزات المهام المصرح بها اللي هي AAB ما بتحتوي على منتجات محددة او رسومات، ليش؟ لأنه فريق الهندسة في بيتك ما بقدر يعرف شو هي الموارد أو المعدات أو الأدوات الموجودة لكل مركز، فبالتالي مسؤولية المركز تحديد المنتجات والرسومات بما يتناسب مع الموارد والمعدات والأدوات المتاحة، وأيضا بما يتناسب مع معايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم. بمعنى إنه نحن مثلا من متطلبات معايير التقييم إنه يكون منتج بسيط، ما بيزبط انه انا اركز بس اني انت دائما اختار منتجات معقده، او مثلا المنتج يكون معقد وانا دائما اختار منتجات بسيطه. التركيز على نوعيه الاختيار من ناحيه منتجات او من ناحيه رسومات يجب ان يكون بما يتناسب مع الموارد وبما يتناسب مع معايير التقييم وقرارات التقييم، وهذا بيساعد على انه قرارات التقييم تكون دقيقة. لأنه إذا إحنا ركزنا على أنه دائما اختيار المنتجات يكون بسيط أو دائما اختيار المنتجات يكون معقد، هذا راح يؤدي إلى قرارات تقييم غير دقيقة، وما بنمنح المتعلم فرصة أنه يحقق الأهداف في أدلة التقييم. في عنا نشاط راح نستعرض مواصفات الوحدة الأولى،
من خلال مواصفات الوحدة رح نستعرض متطلبات التقييم الخاصة بهدف التعلم باء، اللي هي المعلومات الأساسية لقرارة التقييم الخاصة بهدف التعلم باء. بعد قراءة قرار المعلومات الأساسية لقرارات التقييم هدف التعلم باء، برأيكم أي من الخيارات الموجودة هي أكثر ملائمة كمنتج سياقي لهدف التعلم باء ولماذا؟ هلا احنا حكينا انه في عندنا تعديل، ممكن التعديل على موجزات المهام المصرح بها من بيرسون اللي هي الـ AAB، ولكن في نطاقات معينة او نطاقات محددة للتعديل. مثلا ممكن انه انا اعدل بشكل بسيط على السيناريو او السياق المهني، ممكن يكون في عندي تعديلات بسيطة في المهمة من ناحية اختيار لمنتجات او رسومات، ممكن يكون في عندي تعديلات بسيطة للدليل بما يتناسب مع أفعال الأوامر ومعايير التقييم، ممكن يكون في عندي تعديلات بسيطة للموارد ومصادر المعلومات. إيش لازم نتجنب تعديله في موجزات المهام المصرح بها؟ معايير التقييم لا يمكن تعديلها، ولا يمكن إضافة معايير، ولا يمكن حذف معايير، لا يمكن صياغة أهداف التعلم، ولا يمكن تعديل أفعال الأوامر التوجيهية للإجابة. كتابة السيناريو أو السياق المهني. السيناريو أو السياق المهني يجب أن يكون سياق مهني متعلق بالعمل، لازم يكون مناسب للمستوى المتعلم، ولازم يتضمن الدور الوظيفي، لازم يتضمن الغرض من موجز المهام أو من السيناريو، ولازم يتضمن إيش هو الفئة المستهدفة. طبعا بالإضافة إلى ذلك، السياق المهني أو السيناريو يجب أن يكون مكتوب بطريقة محفزة وجذابة وذات صلة بمعلومات المادة. أفضل السيناريوهات اللي هي بتكون أكثر ملائمة للمتعلمين، على سبيل المثال مثلا أنت موظف أو مشرف أو فني في شركة معينة، طلب منك مديرك أو مشرفك إنتاج مثلا أو تصميم أو إنشاء مثلا قطعة معينة لهدف استخدامها في نقطة محددة، فهو هاي من أفضل السياقات. نشاط 4، رح نعمل على استعراض مستند اللي هو موجز المهام المصرح به من بيرسون للوحدة الأولى هدف التعلم به. بعد عرض المستند بدنا نكتب شو هي التعديلات أو الإضافات اللي يجب أن يتم تنفيذها على موجز المهام المصرح به من بيرسون حتى يكون جاهز للمتعلمين. إعداد برنامج جذاب اللي هو التسليم. التنفيذ الحديث لمؤهلات بيتك. تم تصميم مؤهلات المستوى الثاني الدولية في الهندسة لتلبية احتياجات المتعلمين وأصحاب العمل ومقدمين التعليم والتدريب الإضافي والمعلمين. التركيز على الجوانب المهنية لشهادة بيتك في جميع الأوقات. تطوير المهارات القابلة للنقل لدى المتعلمين إلى جانب المناهج الدراسية، ممارسة المهارات الخاصة بالمادة المطلوبة للتقدم في التعليم أو في بيئة العمل، النظر في أساليب التقييم الإبداعية لبناء مهارات ومعرفة وفهم للمتعلمين. النقطة الرئيسية هون إنه التقييم التلخيصي هو مش كل شيء. ممكن على سبيل المثال يصير في عندي تطوير لمهارات رقمية أو تطوير لمهارات العمل الجماعي. هذا بيكون من خلال تقديم إبداعي وتقييم مبتكر. شو الروابط الخارجية المحتملة إذا بدنا نركز على تخصص الهندسة اللي إحنا ممكن ناخذها بعين الاعتبار؟ مثلا ممكن يكون في عندنا متحدثين ضيوف، ممكن يكون في عندنا عروض تقديمية من خبراء زائرين، ممكن يكون في عندنا توفير لمواد اللي هي دراسة حالة مباشرة مثلا مستندة لشركة أو منظمة، العمل على موجز عميل مباشر مثلا،
توفير أفكار وثائق رسومات بتساهم في مجازات المهام كدراسة حالة أو دراسة مشروع. مثلا خبرة عمل مرتبطة بشكل محدد بالمؤهل، دعم من شركات هندسية محلية مع موظفين كمرشدين للمتعلمين، زيارات لشركات هندسة وأماكن عمل إلها صلة في المادة، وفرص المقابلات. طبعا استخدام الروابط الخارجية ممكن إنه يستغرق وقت لإعدادها في البداية، ولكن الروابط الخارجية بتضيف قيمة كبيرة لتجربة المتعلمين، فبالتالي بصير في عندي تجربة مؤهلات مهنية بنعكس بيتك على تطوير مهارات المتعلمين. تسليم مؤهل بيتك، استخدام مواد التدريس والتعلم المتاحة، مثلا ممكن أننا نستخدم أدلة التسليم اللي هي موجودة على الموقع تحت مواد التدريس والتعلم، بعد هيك نستخدم دليل التسليم. مخططات العمل بتساعد على تسليم مؤهل بيتك من نجاح، اللي هي موجودة برضو على موقع بيرسون من تحت عنوان مواد التدريس والتعلم، بعد هيك بنروح نختار مخططات العمل. في عنا نصائح لازم ناخذها بعين الاعتبار، اللي هو تحديد الوحدات اللي يمكن تقديمها معا لتعزيز الفهم الأفضل، هيكلة عملية التدريس لمساعدة المتعلمين على تطوير المعرفة والمهارات الأساسية قبل الانتقال إلى المعرفة والمهارات الأكثر تعقيد، كن على دراية كاملة بالتقييمات اللي يحتاج المتعلمون إلى إكمالها حتى لا يكون هناك مفاجآت عند تسليم الموجزات لهم، دمج فحوصات تقييمية أثناء التدريس والتعلم لضمان استعداد المتعلمين للموجزات، ضمان الجودة التحقق الداخلي. طبعا في عندنا دليل مركز التحقق الداخلي 2023 اللي هو مرفوع على الموقع وبنقدر انه نشوفه من خلال اللينك. لماذا يجب على نظام التدقيق الداخلي في المركز؟ في عندنا نظام التدقيق الداخلي، يجب على نظام التدقيق الداخلي في المركز من خلاله أن يتم التأكد من موجزات المهام أنها ملائمة، قرارات التقييم أنها دقيقة. التدقيق الداخلي تتم بواسطة أشخاص متخصصين في المادة في المركز نفسه، تشمل المقيم والمدقق الداخلي وليس المتعلمين. عملية التدقيق الداخلي تشمل المقيم والمدقق الداخلي. عملية التدقيق الداخلي تدعم المقيم والامتثال والتحسين المستمر، وهي ليست مجرد عملية أو ممارسة لتسجيل النقاط. لا يستطيع المدرس التدقيق الداخلي لا أو تنفيذ التدقيق الداخلي للمهام اللي تم إعطائها من خلاله. كل مدرس ممكن أنه يكون مدقق داخلي على مهام أو على موجزات مهام تم إعطائها من قبل زميله. أدوار ومسؤوليات ضمان الجودة، نشوف اللي هم الأشخاص الموجودين في فريق بيتك. في عندنا أول شخص اللي هو المعلم أو المقيم، بيكون مسؤول عن التدريس، إعداد موجزات المهام المناسبة، تقييم الأدلة اللي بيقدمها المتعلمون بدقة، وإعداد تغذية راجعة دقيقة وداعمة للمتعلمين. كمان من فريق بيتك في عندنا المدقق الداخلي اللي هو بيكون مسؤول عن هاي النقاط لكل وحدة دراسية. التدقيق ما إذا كانت موجزات المهام مناسبة للغرض، التدقيق من خلال أخذ عينات من أن المدرس قام بتقييم أدلة الطلبة بدقة، إنشاء وتسجيل نتائج التدقيق الداخلي وتقديم التغذية الراجعة إلى المدرس وضمان تنفيذ أي إجراءات تصحيحية اللي كانت موجودة ضمن التدقيق. المدقق الداخلي الرئيسي اللي هو مدير البرنامج مسؤول عن توحيد العملية والممارسات بين المدرسين والمدققين الداخليين حتى يعرفوا كيفية
تفسير متطلبات التقييم في مواصفات الوحدة اللي هي معايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم، كتابة موجزات المهام المناسبة للغرض اللي هي موجز المهام المصرح به المعدل، تقييم أدلة تقديم الطالب بدقة، إتمام النماذج اللازمة والقابلة للتطبيق، وأيضا الإشراف على عملية ضمان جودة تقييم البرنامج. طبعا بالإضافة إلى ذلك في عندنا دور الجودة، ضابط الجودة، وهو دور لا يعتمد على الموضوع، هو أكثر استراتيجية، بيكون من خلال مثلا التنظيم والتدريب والإشراف على أنشطة المدقق الداخلي الرئيسي أو مديرين البرنامج لمجموعة متنوعة من المواضيع أو المسارات وما إلى ذلك. دقة وصرامة، نظام التدقيق الداخلي يجب أن يتوافق مع نظام مركزي واسع لضمان الجودة، يتم التخطيط لها وإدارتها بشكل منهجي من قبل المركز. هي عملية التدقيق الداخلي يجب أن تكون مدارة بشكل جيد لضمان الاحتفاظ بجميع النماذج والسجلات لمدة 3 سنوات بعد تاريخ الشهادة. يجب أن تتم في الوقت المناسب، يجب أن يتم مراقبتها لضمان حل المشكلات المتعلقة بموجزات المهام وقرارات التقييم، يجب أن تساهم في التحسين المستمر، يجب أن تكون داعمة وغير مهددة من أجل تطوير نهج جماعي ليست هرمية، يجب أن تؤخذ على محمل الجد وإلا فلن تؤدي وظيفتها. طبعا التدقيق الداخلي بيكون في مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو التدقيق الداخلي لموجزات المهام، هاي بتكون تدقيق داخلي فقط لموجزات المهام المصرح بها من بيرسون اللي هي AAB للوحدات الداخلية فقط. طبعا يجب أن على المدقق الداخلي أن يتحقق من أن موجز المهام بتضمن التفاصيل الدقيقة عن الوحدة والبرنامج، بيحتوي على مواعيد نهائية واضحة للتقييم اللي هي تاريخ الإصدار تاريخ التسليم، بيحتوي على سيناريو مهني مناسب فيه بيشير بدقة إلى معايير التقييم المستهدفة من خلال المهمة، يقدم فرصة كاملة للمتعلمين لتوليد أدلة مناسبة وكافية بناء على متطلبات التقييم للمعايير المستهدفة وهدف التعلم، بيحدد بوضوح أشكال الأدلة المطلوبة وبيمتلك تنسيق تقديم واضح. المرحلة الثانية اللي هي التحقق من قرارات التقييم، يجب على المدقق الداخلي التحقق داخليا من عينة من قرارات التقييم لكل موجز يتم إصداره لكل مجموعة، وذلك لضمان ما يلي: أول شيء أن قرارات المقيم دقيقة عند الحكم عليها وفقا لمتطلبات التقييم اللي هي معايير التقييم والمعلومات الأساسية لقرارات التقييم الموجودة في مواصفات المادة أو في مواصفات الوحدة، أيضا الملاحظات التلخيصية أو التغذية الراجعة من المقيم إلى المتعلم مرجعية لمعايير التقييم المستهدفة في موجز المهام بتبرر سبب منحهم الدرجة أو عدم منحها، قرارات المقيم متسقة عند الحكم عليها وفقا لمتطلبات التقييم الواردة في مواصفات الوحدة، تم اتباع قواعد التقييم عند التسليم وإعادة التسليم، لا يوجد دليل على التواطؤ أو الانتحار في أدلة تقييم المتعلمين. نشاط 5، استعراض للملفات التالية اللي هي مواصفات الوحدة 12 وأدلة تقييم المتعلم للوحدة 12 هدف التعلم ألف. طبعا الطالب هون منحه المقيم درجات B1 B2 M1 وD1، هل يمكن دعم هذه القرارات؟ هل ملاحظات المقيم للمتعلم مناسبة؟ فمطلوب منا أن نتحقق داخليا من قرارات التقييم للوحدة 12 هدف التعلم ألف، وكن مستعدا لتبرير بياناتك استنتاجاتك كما تفعل عند تقديم الملاحظات إلى المقيم. إعادة التسليم، يجب أن يتم الموافقة على جميع إعادة التسليم من قبل المدقق الداخلي الرئيسي، يسمح بإعادة تسليم واحدة فقط لكل موجز مهام داخلي بشرط أنه يكون المتعلم قد استوفى المواعيد النهائية الأولية المحددة في موجز المهام أو استوفى تمديد موعد نهائي متفق عليه. أن يعتبر المعلم أن المتعلم سيكون قادر على تقديم أدلة محسنة دون تزويده بمزيد من التوجيهات.
أن تكون الأدلة المقدمة للتقييم موثقة ومرفقة بإقرار صحة موقع ومؤرخ من المتعلم. يجب تقديم أدلة إعادة التسليم خلال 15 يوم عمل من تلقي المتعلمين ملاحظات التقييم، والتي يجب أن تكون ضمن فترة زمنية مناسبة من إجراء التقييم. طبعا في دليل مركز التقييم الداخلي 2023-2024 اللي هو موجود باللينك هون. أيضا رح نلاقي على موقع بيرسون اللي هو الدعم الإضافي من خلال شخص اسمه إيفن ألي بابا اللي هو خاص بتخصص الهندسي. رح نلاقي المعلومات الخاصة، إيميل أو المواقع الخاصة فيه، رقم التليفون. هون ممكن إنه إذا إحنا بحاجة إلى أي معلومات خاصة أو استفسارات أو إجابات على أسئلة محددة، ممكن إنه ناخذ الدعم الإضافي من الموقع. منصة بيرسون بروجريس. منصة بيرسون بروجريس هي عبارة عن منصة إلكترونية بتدعم المراكز في تقديم وتقييم برامج بيتك. ميزاتها بتركز على الوظيفة وعلى عملية التقييم. بتتيح للمقيمين إعداد التقييمات، بتسمح للمقيمين بنشر وتتبع وتقدير وتقديم الملاحظات على التقييمات، تتيح للمتعلمين رفع أدلة التقييم، تسمح للمتعلمين بالوصول إلى موجزات المهام الخاصة بهم وملاحظاتهم. كيف يستخدم المقيمون منصة بيرسون بروجريس؟ بتم منح المقيمون حقوق إدارية للوصول إلى منصة بيرسون بروجريس. تتيح منصة بيرسون بروجريس للمقيمين إعداد البرامج بسهولة شديدة، حيث تقوم المنصة بتسجيل الوحدات المطلوبة ومواصفاتها. يمكن للمقيمين إعداد الفصول الدراسية وإصدار موجزات المهام بما في ذلك الـ AAB للمتعلمين، ويمكن للمقيمين تقدير أدلة تقييم المتعلمين وتقديم الملاحظات. كيف بيستخدم المتعلمون منصة بيرسون بروجريس؟ يمكن للمتعلمين إدارة الوقت من حيث يتم عرض المواعيد النهائية للتقييم. يمكن للمتعلمين الوصول إلى وثائق البرنامج وموجزات المهام. يمكن للمتعلمين الاطلاع على ملاحظاتهم من المقيمين، ويمكن للمتعلمين رفع أدلة تقييمهم على المنصة. أسئلة متكررة حول بيرسون بروجريس. شو تكلفتها؟ هي عبارة عن جزء من الموافقة على المركز ومشمولة دون أي تكلفة إضافية. متى ستكون متاحة؟ سيتم إعداد حساب ممكن لخدمات العملاء دعمك. هل سنحصل على تدريب؟ نعم، رح يكون هناك تسجيلات فيديو وتدريب إضافي متاح لجميع المراكز. أيضا عشان نحكي أو يكون مزيد من التفاصيل فيما يخص بيرسون بروجريس، ممكن إنه نحن نلقي نظرة على الفيديو اللي موجود هون، اللينك موجود معنا. ملخص سريع، نحن خلال البرنامج التدريبي عرضنا فهم المميزات الرئيسية لمؤهلات المستوى الثاني الدولية في الهندسة الخاصة بالأردن، فهم كيفية تخطيط البرنامج هو برنامج بيتك بشكل ناجح، فهم كيفية تقديم تقييمات جذابة، فهم كيفية ضمان جودة المؤهل، والتطرق لأي أسئلة حسب الحاجة. يعطيكم ألف عافية وشكرا لاستماعكم، وهلا صار وقت إذا في حدا عنده أي سؤال ممكن إنه نجاوبه. نعم.